دلوقتي في الجزء الثاني هنبتدي نعمل حيطان، فكنا اتفقنا اخر مرة ان احنا هنمشي عليها باللاينز. هو في هنا خطين موجودين، داير ما يدور مع الحيطان، خد سمكها 10 أو 20 سنتي على حسب الديزاينر. فهنختار لاين وهنتك على حرف اس عشان خاطر يظبط السناب، وهنمشي على الخطوط دي كلها. تمام، يعني عمليات مملة شوية بس دي أسرع الطرق يعني. هنا خط مظبطش، مش مشكلة، نبدأ نظبطه تاني بسهولة جدا. قولي close blind، قولي yes. انا فاكر ان هنا في جزء مش مظبوط، فهاجي هنا في الموديفاي وهختار الفيرتكسز وهختار النقطة دي وهخليها تبقى على نفس الاستقامة. المفروض امسك المحور بتاع الروي وافضل ماشي فيها لغاية لما اشاور عليها بقت على نفس الاستقامة. فاحنا المفروض الحيطان دي الارتفاع بتاعها هيبقى 3 متر، فهنقفلهم ونقول له اكسكلود وهنقول له الاماونت بتاعتنا 3. فهنشوفها في البرسبكتيف بقت عاملة ازاي. مظبوطة، هنا دي الفتحة بتاعت الباب، وفي هنا اعتقد فتحة تانية للشباك هنا عشان نشوف الجزء ده. فأنت كليك يمين unhide all، فكده باين المبنى شوية. لسه الجزء بتاع الحيطان عشان نفتح فيها شبابيك وأبواب هنعدلها، بس نبتدي الأول دلوقتي نعمل كريشن المبنى كله، بعدين نبدأ نخش في التفاصيل بتاعته تفصيلية تفصيلية. دلوقتي ممكن نعمل بسهولة السكاي لايت، فاحنا مش هنحتاج ده، هو هنخفيه دلوقتي. هنقول له هايت سيلكشن، ولا ده كمان نقول له هايت سيلكشن. ف نتعلم بقى في اسلوب جديد وبعيد شوية عن الخط وبعيد شوية عن البولي، وهو اسلوب حاجة اسمها سويب. السويب دي موجودة تقريبا في كل البرامج، في الاوتوكاد وفي السكتش اب وفي برامج تانية، يعني أي حاجة فيها 3D أكيد هيبقى فيها سويب. فهنقول له في الأول إن إحنا عايزين نرسم هنا، هو في الكرييشن تاب هنخش على الشيبس اللي هي الأشكال، بعد كده نختار ريكتانجل. فده المربع بتاع السكاي لايت اللي هو معمول زي ما إحنا شايفين هنا، هو عبارة عن كمرتين كبار بالطول وبالعرض متقاطعين مع بعض، وفي في النص كمرات تانية صغيرة. فعلشان ننفذ الموضوع ده هنرسم مستطيل، هنشغل السناب، هنتك على الاس او على الشكل هنا هو، ف كده اترسم. بعدين هنرسم سيكشن للكاميرا، فهنقول مثلا السيكشن بتاع الكاميرا نرسمه، بعدين نحط الابعاد بتاعته. تقريبا ممكن يكون السقوط بتاعها 0.5 متر والويتس بتاعها 0.8 متر، والويتس بتاعها 0.8 أو 0.2. هي مش تفرق معانا الأبعاد أوي يعني. وليكن أبعاد الكاميرا الكبيرة 1.5 متر أو 0.7. هنعمل روتيشن بحيث إن ده يبقى نعدله على زاوية 90 درجة.
احنا الديفولت بتاع الماكس بيبقى موجود كده، لو جينا نحركه هيحرك الأرقام فيها كسور، 15 و5، 16، 16.5، 17، وهكذا يعني. فعلشان نضمن ان هو هيلف بأرقام صحيحة، فنتأكد ان هي انجل سناب توجل، فنلففه ان هو بيبان بقى الرقم 5، 10، 15، 20 وهكذا لغاية لما نوصل ل90. كده بقى شكلها مستقيم بشكل السيكشن بتاعه. فهنختار اللاين وهنقول له هنا في قائمة الموديفاي، هنختار هنا من الليست دي سويب، ممكن تك اس دبليو وهو هيجيبها لك على طول. بقى شكلها عجيب كده، متتخضوش. دي اشكال السكاشن اللي موجودة في الماكس، في الانجل والبار والشانل، حاجات جاهزة يعني. بس احنا بقينا رسمين السكشن بتاعنا، فهنقول له يوز كاستم سكشن، بعد كده هنقول له بيك، فهنختار السكشن ده. فظهر شكل الكاميرا، فممكن من الكاميرا دي نضيف الكاميرا التاني اللي هو الكبير ده. ف انت كليك يمين convert to editable poly، وهنختار هنا ال edges اللي هي الحواف، وهنختار دي ودي، وانت كليك يمين هنقول له connect ما بينهم، فهنقول له اعمل لنا connect two vertexes two segments، اسف في 2 segment، ادي واحدة وادي التانية، فهنقول له اوكي. عشان ندي عرض الكاميرا او ناخد اوفست من اللاين ده اللي هنعمل منه الكاميرا، فهتكليك يمين حاجة هنا اسمها شنف، اللي هو العرض بتاعها. هنا عامل العرض بتاعها متر، فاحنا اعتقد كنا عاملين العرض بتاع الكاميرا 0.7 او 0.3. كنترول زي لو عايز تعمل اندو، هنقول له شنفر، نصغر المسافة كده مقبولة شوية، 0.3 مقبولة. تمام، هنختار البوليجونز دي دوا، والتك كنترول نختار ده كمان، ده كليك يمين، او ممكن مش شرط كليك يمين، ممكن نيجي هنا نقول له اكسترود بالكمية اللي احنا عاوزينها او بالمسافة اللي احنا عاوزينها، فليكن هنا مثلا. وهنختار تك على السناب، نوصل واي لغاية الايدج هنا لغاية الحركة. هنكرر نفس الكلام الناحية التانية، نختار الايدج ده، الايدج ده نكتب كليك يمين كونكت تو سيجمنتس، بعدين تكليك يمين شنفر. تمام، هنختار الجزئين دول نقول له اكسترود، بعدين نقول له اس، نشغل السناب. كده بقى مظبوط، فاضل لنا الكامر التاني اللي اصغر منه شوية، ساقط في النص، بس احنا ملاحظين ان هو في نص المسافة بالظبط تقريبا يعني. فعشان نعملها على الماكس هنيجي هنا هو، وهنختار ال edge دي وال edge دي، ونقول ما بينهم كليك يمين كونكت. هو هنا جاب لي 2، اقول لا انا عايز واحدة بس، وهنقول له اوكي، وبعدين كليك يمين، بعدين نقول له شنفر. دي كان 0.3 اعتقد ان دي نصها، تبقى 0.15. تمام، والسمك بتاعها كان اقل من كده كمان، فهنختار ال edge دي مع ال edge دي، ممكن ال edge دي مع ال edge دي. نخليها هنا شيدت بالرياليستيك أحسن، نقول له ده
علشان عمل كاميرات صغيرة فلازم تختار الفيرتكسز تعمل كونكت ما بينهم، فبدل ما تختار كل واحدة في حاجة هنا اسمها رينج بيختار كل الفيرتكسز اللي أطولها متساوية مع بعضها، فلو اتكيت رينج مرتين بيختار كل الحاجات متساوية، فتك كليك يمين بعدين كونكت ظهر 2 كونكشنز تقريبا، ده ممكن يكون الارتفاع مقبول بتاع الكاميرا، فهنختار اوكي وهنختار هنا التلاتة دول، نقول له كليك يمين كونكت اتنين واحدة بس، بعدين كليك يمين شانفر جاب نفس السمك على طول، هو حافظ الأبعاد نفس الكلام، كليك يمين كونكت بعدين شانفر تمام، نيجي للأضلاع دي شانفر دلوقتي هنختار البوليجونز كلها اللي هيتعمل لها اكسترود، فهنيجي هنا نختار بوليجون، هنيجي من بوليجونز هنا ونختار الحاجات اللي هنعمل لها اكسترود، ده كنترول عشان نعمل ماسك سيليكشن، كليك يمين بعدين اكسترود تعمل اوتوماتيك 18 متر كده مقبولة، بس لسه في الجزء ده عاوز يزيد فنختار عليهم ونزودهم كده يكون السكاي لايت كويس، ف هتاك كليك يمين على هايد وول كده يبقى فاضل الكتل المايلة هي أعلى شوية، في هنا كتلة ثانية مايلة أقل منها بشوية، فهنعملها بالخطوط، نيجي للبلان هنا في كل الحاجات دي، السكاي لايت هنا منصوبها وقع شوية عشان كنت رسمها اوتو جريد، ف هنختارها ونيجي هنا بتكليك يمين نخليها في الزد ارتفاعها 5 متر أو أقل شوية. نكتب في الكمين ممكن نختار البلان من تحت بس نكتب كليك يمين هايد اون سيليكشن قدامنا الجزء ده بس اللي احنا عايزينه مظبوط، فهنيجي نكتب فيو نرسمه خطوط باللاينز عادي الاوتو جريد نشغل سناب
تقريبا رسمت الضغط يمشي على مستطيل كبير لبرا، أو هنا في غلط في الرسم الكاد أصلا، الخطوط كلها مش مكملة مع بعض. فممكن نرسم مستطيل بالسنس تقريبا، بوكس اسف، نعمل له روتيشن. وتقريبا 115 تقريبا، مش بالظبط. هنحاول نكبر أبعاده شوية، تقريبا بنفس الأبعاد دي، الارتفاع بتاعه 7 متر. هنيجي في الجزء ده هنلاقيه متقسم حاجات طول وبالعرض كتير، ف الفيس ده والفيس ده بس كلها مربعات كلها متساوية، هنا 1 2 3 4 5. فهنيجي هنا تكليك Alt Q اللي هو حاجة اسمها Isolation، اللي هو بيعزل الرسمة بس، بيختار الرسمة دي بس وبيخفي كل حاجة تانية مؤقتا عشان تلغي ال Isolation دوت. فتك Alt Q تاني، تختار تك Alt Q، هكليك يمين كونفرت تو ايديتابل بولي. فهنمسك الفيس ده، الفيس ده ده، وتكليك يمين اقول له كونكت، اقول له 5 سيجمنتس تقريبا. هو الفكرة من عنده ان هي يبقى كلهم شكلهم مربع، تمام. ونختار معاهم دول، الجزء ده مش متقسم عنده. كونكت كده، عملهم مربعات بس ورا هنا، هو المفروض نختار دول معانا. قول له كونكت، تمام. ف ممكن نختار البوليجونز دي كلها عشان خاطر نعمل فيها حاجة بارز وواطس. لحظة، في حاجة عملناها غلط، نختار دول بس عشان نعمل دي سيلكت أو نلغي سيلكشن لحاجة. هنتك ألت، هو بيختار كده بالنيجاتيف، من هنا أقول له كونكت، هنا كده عملهم مظبوط. نختار دول بس، نلغي ده معانا، ده مش عايزينه. نفس الكلام هنا، كليك يمين كونكت، هنا هنزود السيجنس شوية بس ان البنية تبان ان هي مستطيل. فهنختار الفيسز كلها، نخليها باي اوكي. السليكشن ده تكليك يمين انسرت، بس تختار هنا باي بوليجون، نقلل الاماونت شوية نخليها 0.002 او 0.02 بس، تمام. وهنقول له كليك يمين، كليك يمين، انسرت، عملناها بعدين نعمل اكسترود. اكيد مش كمية دي، نعمل اكسترود 0.2
بس بحيث لما نيجي نعمله رندر هنشوف التقسيمات اللي فيه دي كلها. تمام كده تقريبا احنا عملنا كرييشن للمبنى كله، ف لسه ناقص حاجات بسيطة. هنقول له unhide all، فاضل الجزء ده والعمودين. عمودين بسيطة ممكن نعملها بالخطوط. هنيجي هنا نقول له lines، نتك على الاس، نرسم top view أفضل. لأنهم هما الاتنين قد بعض. وهنقول اكسترود 3 متر. نمسك هنا اعمل السيجمنت اسف، نقول هنا 3 متر. الاتنين فعلا طلعوا 3 متر. كده فاضل الجزء ده بس ان هو يطلع اكسترود، فهنيجي باللاينز برضو. بس هنا ملاحظين ان هو داخل مع المبنى جوه، فاحنا ممكن نزود حتة من عندنا كده يعني. مش هتأثر قوي. شكل اتقفل، فنيجي هنا هو نمسك النقطة دي نخليها تقريبا هنا. تمام، بعدين نقول له اكسترود نفس الكلام، بس الاكسترود ده كبير جدا، هو تقريبا هنا معمول متر ونص او متر. نرفعه فوق، تقريبا هي هنا منظرها شكلها هنا. لاحظ ان هنا في نقطتين طلعوا معايا شوية، مش مشكلة نتحلوا. نشغله، نخليها نفس الاستقامة مع النقطة دي، السكرو هيتظبط لوحده إن شاء الله. فعلا اتظبط تقريبا، الشكل هو هو اللي معمول هنا. مفضلش غير الأبواب والشبابيك والرصيف، وهنا السكاي ووك من فوق. فتك شيفت كيو تقريبا. هو ده يبقى كده الدرس التاني ده.